إذا السلام عليكم في طرح جديد مع كازاكو.com. في الدرس اليوم نشوفوا عملية الطرح. الطرح أو ما يسمى باللغة الفرنسية لا سوستراكسيون. دونك في عملية في الفيديو السابقة شفنا عملية الجمع لاديسيون، وباش نبينوا لكم عملية الجمع درنا أمثلة بسيطة. دونك نفكركم في عملية الجمع كيفاش كنا كنديروا ليها. دونك عملية الجمع قلنا على سبيل المثال فاش نجمعوا اثنان مع ثلاثة، نتخيلوا هاد جوج تفاحات، التفاحة الأولى والتفاحة الثانية مع ثلاثة ديال التفاحات الأولى الثانية والثالثة، لقينا أن الجمع ديالهم نجمع جوج تفاحات مع ثلاثة تفاحات تتحل عندي واحد جوج ثلاثة أربعة وخمسة، اثنان زائد ثلاثة هي خمسة. ودابا نطلب منكم واحد السؤال آخر، بغيت ندير دابا خمسة ناقص ثلاثة شحال كتساوي؟ خمسة ناقص ثلاثة شحال كتساوي؟ إذن فهاد خمسة ناقص ثلاثة هاد العملية كاملة كنسميوها على عملية الطرح. كنقولوا أن نقصنا ثلاثة من خمسة، وباش نعبروا عليها أنا أعتبروا تاني المرة الليمونات في بلاصة التفاحات، الليمونة الأولى الليمونة الثانية الثالثة الرابعة والخامسة، وجهة أخرى عندي ثلاثة الليمونات الأولى الثانية والثالثة، الليمونات نزيد لهم واحد الراس خضر باش يبانو بحال الليمونات. فاش كنقول لكم خمسة ناقص ثلاثة، تخيلوا معايا أن في الأول عندكم خمسة ديال الليمونات اللي هما هادو، ودوك ثلاثة الليمونات الأخرين هاد الثلاثة نحيدوهم من هاد الليمونات هادو. يعني أن في الأول كان عندي خمسة، أما فاش نحيدو ثلاثة شنو ولا عندي؟ هادي نحيدها، هادي نحيدها، وهادي نحيدها. شحال من ليمونه بقات ليا؟ بقاو ليا هاد جوج ديال الليمونات فقط. اذا خمسة ناقص ثلاثة كنسنتجو انها هي جوج. هادي عمليه الطرح. باش نديرو واحد المقارنه مع عمليه الجمع غنديرو لكم طريقه الخشيبات باش نطرحوا هاد المره. دونك فاش بغينا نجمعوا البارح اثنان مع ثلاثة، عفوا نديرو بحال هكا، هيا زيرو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، نفس الحاجة هنا زيرو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. في عملية الجمع فاش كنجمعو جوج مع ثلاثة كنبداو في نقطة اثنان وكنزيدو ثلاثة خطوات، الخطوة الأولى الخطوة الثانية الخطوة الثالثة، لقينا أن اثنان زائد ثلاثة هي خمسة بالفعل. هاد المرة في عملية الطرح فاش كنديرو خمسة ناقص ثلاثة كنبداو في خمسة وكنرجعو بثلاثة خطوات إلى الوراء، الخطوة الأولى الخطوة الثانية والخطوة الثالثة، في الأخر كنوجدو أن خمسة ناقص ثلاثة هي اثنان. إذا نعطيكم مثال آخر باش نختمو هاد الدرس ديالنا. هاد المرة بغينا نديرو ثمانية ناقص أربعة شحال كتساوي؟ إذا ثمانية ناقص أربعة نديرو طريقة ديال الخشيبات. صفر واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. إذا كنبداو من ثمانية وكنرجعو بأربعة خطوات اللور، الخطوة الأولى الخطوة الثانية الخطوة الثالثة الخطوة الرابعة. ثمانية ناقص أربعة هي أربعة. دونك ثمانية نقصنا منها أربعة عطاتنا أربعة. غندير لكم واحد المثال الأخير باش تفهمو مزيان عملية الطرح. في الأول كانو عندنا ثمانية أو أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ثمانية نقصنا منهم أربعة شحال ولات؟ ولات أربعة ياكم. ثمانية ناقص أربعة هي أربعة، وهاد الربعة الأولى إلا زدنا ليهم دوك الربعة اللي نقصناهم في الأول يعني ما نكونو نقصنا والو، بحال هكدا خمسة ستة سبعة ثمانية. إذا فاش كنقول أربعة زائد أربعة كتساوي ثمانية، تتعني تماما أنني قلت ثمانية ناقص أربعة هي أربعة. كنتمنى أن هذا الدرس نال إعجابتكم، وإلى حلقة قادمة مع كازاكو.com.